التي استهدفت. شكلت لجان تحقيق بعد حادثة الأمن المركزي وبعد حادثة المدرسة أو العرس الذي حدث في الضالع، ثم شكلت لجان بعد حادثة العرضي، ولجان كثيرة جدا لا حصر لها خاصة في القضايا الأمنية لم نسمع لها، بل أصبحت أثرا بعد عين. إذن مشاهدين الكرام، سنناقش وإياكم في هذه الحلقة من صوت الناس مصير لجان التحقيق. أين تذهب لجان التحقيق التي تشكل في هذه القضايا الأمنية؟ هناك من يستاء كثيرا، وقد كتبت مواقع كثيرة وعبر زملاء كثر في وسائل الإعلام، مثل ما ذكر في موقع الاشتراكي نت أن في اليمن 1000 لجنة ولعنة. قال: تم تشكيك لجنة التحقيق في مجزرة ضبعان في الضالع بناء على توجيهات رئاسية. لن نترقب نتائج لجنة التحقيق في جريمة سناح الضالع، فمصيرها كأخواتها. وأقربه إلى الذهن مصير لجنة التحقيق الأشول في تفجير مستشفى دار العرضي. قد نصحو يوما على خبر أن الرئيس اليمني يحطم رقما قياسيا في تشكيل لجان التحقيق، ويدخل موسوعة غينيس بأطول قائمة لجان تحقيق في العالم خلال العام 2013. الرئيس ربما والحكومة تسقط واجبها لتهدئة النفوس وتنسيم الرأي العام بتشكيل هذه اللجان، لكن ما مصير لجان التحقيق؟ هذا ما سنناقشه معكم في هذه الحلقة التي تبث على الهواء مباشرة، وأنتم الذين ستتحدثون معنا الآن. مصطفى النقيب من إب، تفضل مصطفى. أهلا وسهلا مصطفى النقيب، تفضل مصطفى، تفضل. انقطع الاتصال بمصطفى. قلنا أيضا ذكر الزميل العبسي في مدونته وهو ينتقد تشكيل لجان التحقيق الكثيرة، والتي قال أن الرئيس هادي يدير الدولة من خلال لجان التحقيق وبيانات التنديد، حيث أن اليمنيين لم يفيقوا من جريمة العرضي وما خلفته من مآس حتى صعقوا بجريمة الضالع. والعبسي تساءل في منشور له على صفحته في فيسبوك حول إمكانية أن تأخذ الجريمة إجازة لمدة شهر في اليمن، حيث أن جريمة العرضي كانت في 5 ديسمبر حتى تبعتها جريمة أخرى بعد نحو 21 يوما، واليوم نحن في ديسمبر، وفي 3 ديسمبر تحدث جريمة في أمام منزل السفير الإيراني. ربما لن نتساءل مشاهدين الكرام عن المستهدف، لا نريد أن نذكر أسماء بعينها، ولن نسلط الضوء على هذه الحادثة بعينها بقدر ما نسلط الضوء عن مصير لجان التحقيق، وما الذي يهدف الذي يفعل مثل هذه الجريمة، ما الذي يهدف من خلال تفجيره لمنزل السفير الإيراني، ما هي الأهداف الخفية وراء ذلك. إذا نتلقى اتصالاتكم، ومعنا محمد عبد الله من الحديدة، تفضل أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة للتشكيل اللجان على أحمد عبد الله محمد، أحمد اسمك هكذا، أحمد عبد الله محمد. الله سيف. أحمد عبد الله سيف. تفضل واصل. بالنسبة لتشكيل اللجان. أيوة. تشكيل اللجان كلها تذهب يعني مع الريح. لا نرى أي تحقيق في أي قضية. طيب برأيك يعني أين تذهب، أين مصير هذه اللجان؟ ما هي القضية التي أنت تابعتها ولم تحصل على نتائج التحقيق فيها؟ عدة قضايا حصلت في الوطن، من تفجيرات، من اغتيالات، من هذا، تشكل اللجان ولا في أي نتيجة ولا في أي قضية بثت يعني بالقضاء أو أمام الرأي العام، حتى يعني من سوي لهم نفسهم عمل كهذا يبطلوا يكون لهم راجع، ما في. طيب برأيك من هو يعني لماذا، ما هي الأهداف الخفية وراء تفجير السفارة الإيرانية؟ هل لديك أنت تفسير معين لهذا الموضوع أم لا؟ والله أخي إنها يعني تصفية حسابات بين القوى السياسية. بين القوى السياسية؟ أرى أنها بين القوى السياسية تصفية حسابات. طيب القوى السياسية عملها سياسي، ما دخل التفجيرات وما دخل بينها صناديق انتخابات، بينها البين يعني صراعات على الورق وعلى الجرائد وعلى الأرض، ولا دخل لها بالتفجيرات. لماذا تلقي اللوم على الـ يعني الجهاز السياسي والأحزاب السياسية؟ يعني بشكل عام يعني على الكل، أنهم كل واحد هو الذي يتربى على الله.
يعني تقصد تقول قوى متصارعة؟ أيوة قوى متصارعة. طيب نسأل نايف الدحملي، شكرا لك أخ أحمد عبد الله من الحديدة، نسأل نايف الدحملي المتصل الآن من صنعاء أيضا، تفضل. ألو. أيوة أريحهم. حياك يا سيد الناس. تفضل. يا أخي بالنسبة للانفجار الذي حصل اليوم. هذه لها أهداف سياسية، قوة بتصارع على الأرض يعني، والضحية هو المواطن، تمام؟ فاحنا نشتي نوصل رسالة على أن هؤلاء القوى المتصارعة هي ألا تضر اليمن فقط. طيب. هل سمعت في التلفاز مثلا اليوم عن تشكيل لجنة تحقيق؟ هل قد صدر لجنة يعني أمر بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الحادثة؟ والله يا سيدي هذا بالنسبة لهم تحقيق بعد تحقيق، والله ما قد خرجوا للشعب هذا لا نتيجة. عيني حق العرضي وعيني. يعني ما هي القضية اللي التي تابعتها أنت ولم تحصل على نتائج التحقيق فيها؟ يعني قضية كنت مهتم فيها ولم تجد فيها يعني نتائج، ما هي؟ قضية أحداث السبعين. أحداث السبعين الذين استشهدوا في ميدان السبعين أثناء العرض. نعم. 110 جندي. أنا وشكلت لجنة ولم تخرج بأي نتائج، وكأنه يعني لا حبر على ورق. طيب سأسألك كمواطن يمني يعني عادي، رأيك في هذا الموضوع، يعني ما الذي يمكن أن يفعله المواطن لكي يضغط على الدولة توضح لنا نتائج التحقيق؟ هل سنظل ساكتين؟ والله إن المواطن هذا لا حول له ولا قوة، ما بيده أي شيء، هذا قوة مصطارعة، يعني المواطن ما بيده شيء. أصبح المواطن الآن يعاني من ضحية الكهرباء ومن ضحية القوت الضروري. طيب أشكرك نايف. ومعنا الآن من عدن أبو وضاح، تفضل. تفضل عليك، كيف حالك؟ حياك الله. والله يا عزيزي هذه القضايا بالصراحة أقول لك إنها تهز مشاعر الناس وتجيب الخوف لكل الناس الآمنين، لأنه إذا كان هناك تحدث قضية ويأتي رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا أي جهة مسؤولة وتشكل لجنة تحقيق في أي قضية ولم تصل إلى أي نتيجة، وعلى مدى من عام 2011 إلى الآن، ونحن نحسب القضايا ونعدها والقتلة والضباط اللي قتلوا والطيارين والآخر، ولا حتى قضية دخلت المحكمة أو سمعنا أنهم تحاكموا أو سمعنا أنهم القوا القبض عليها أو حتى سمعنا أنهم حققوا فيها أو حتى عالجوها يعني سريا أو حتى عالجوها بطريقة سرية. لهذا فأنا أقول حاجة واحدة، أن الأجهزة الأمنية والعسكرية وضعت نفسها في نقطة تهمة وهي نقطة تهمة، وكل مواطن يقولها، أي هذه التهمة أنه تواطى مع العناصر المخربة. أنت يا أبو وضاح اتصلت بنا أمس؟ أمس اتصلت بك. ما شاء الله صوتك يعني ما زال صدى في أذني وفي قلبي. الله يرضى عليك. طيب يا أبو وضاح يعني برأيك أين مصير هذه اللجان؟ يعني إلى متى سيظل المواطنون واليمنيون ساكتون؟ هذا استغفال للرأي العام، هذا تجهيل. والله أنا أقول رأيي على الجهات المسؤولة، وخاصة الآن الحكومة، هذه حكومة الكفاءات على قولهم، الذي وعدت أنها سوف تعمل بشفافية، عليهم أن يوضحوا للجماهير أيش مصير التحقيقات في كافة القضايا، سواء قتل الضباط، سواء قتل المدنيين، سواء التفجيرات، سواء اللي حصل يعني في العرضي، سواء اللي حصل في المنطقة عدن هنا في المنطقة المركزية في قيادة المنطقة، سواء اللي حصل في كل مكان، حتى نتائج التحقيق للهجمات اللي قد هي هجمات واضحة يعني مش موجودة. برأيك هل من الأهداف الخفية وراء تفجير منزل السفير الإيراني إلقاء حجر عثرة أمام الحكومة الجديدة، أم أن هناك أهداف غيرها أنت من وجهة نظرك ثائر ومتابع لهذه القضايا؟ والله أنا يا عزيزي من وجهة نظري هذه شوفها مكيدة، هذه أنا أعتقد حسب وجهة نظري، والله أعلم أكون على حق ولا لا، لهذه مكيدة يعملوها لكافة الأجهزة الموجودة في عاصمتنا صنعاء في الأمانة العاصمة، وهذه المكيدة يعني معمولة قد تكون من اتجاه القاعدة وقد تكون من اتجاه آخر. إذن أبو وضاح ننتظر اتصالاتك في قضايا أخرى ببالغ الشغف والشوق، ستصبح صديقا للبرنامج ونتشرف بذلك. الله يجزيك الخير وأنا أشكرك، وإن شاء الله بنكون أصدقاء وبنتواصل معكم إن شاء الله تعالى،
ومحمد معنا، محمد علي من حضرموت، تفضل اخ محمد. هلا والله حياك. اهلا وسهلا، تفضل اخي محمد. ياكم طيبين؟ والله طيبين ما دامكم طيبين. الله حياك. والله بالنسبه للموضوع هذا حق تفجير بمنزل السفير الايراني. والله ايش نقول لك، يعني الحكومه يعني ما عندهم شيء، كم من قضيه صارت ولا تحقيقات وما ادري ويش ولا شفنا شيء منهم. طيب لماذا منزل السفير الايراني الان تحديدا يعني؟ والله انا في شيء يعني في قاعد شيء دور يعني في مشكله، يمكن يبغوا يفشلون الحكومه هذه الجديده عشان تفشل، يبغون قوتها ولا ما هي قويه. طيب انتم في حضرموت مثلا، انت من حضرموت اليس كذلك؟ اي نعم من حضرموت. نعم في حضرموت محمد علي بن عقيل سمع عن احداث في عام 2013 لا حصر لها في حضرموت تحديدا، هل سمعت ان هناك لجنه تحقيق شكلت وخرجت بنتيجه فيها في موضوع سواء بن حبريش سواء غيرها، غير قضيه التحكيم التي وضحت للناس يعني؟ والله بن عمي ولا شيء، يعني كم من شيء صار ولا حاجه، انه دراجه ناريه او سياره يقول لك دراجه ناريه مفخخ وخلاص، هم لسه مسلحين ولا نسمع شيء، ما ادري قاعده ما ادري ويش، ما تعرف ايش ناس متصارعين. يعني الحكومه زيها زي غيرها، يعني يكتفوا بالروايه الاولى وخلاص مثل الروايات والخيال. الله يعينهم ان شاء الله، واهم شيء اهم شيء اليمن يا اخي والعمر، هذول كلهم عصاباتهم. اليمن فوق الجميع ان شاء الله. شكرا لك اخ محمد علي. الله يعافيك. ننتقل الى اب وفارس عبد الكريم في اب الخضراء، يسمع عن حادث تفجير منزل السفير الايراني ويتصل مباشره ليمن شباب. ما هو رايك اخ فارس، اين تذهب لجان التحقيق؟ او فارس ارفع صوتك. بالنسبه لجان التحقيق مصيرها لا نسمع صوت فارس عبد الكريم. سيكون مصيرها لجان التحقيق، سيكون مصيرها الفشل. كما سبق لجان التحقيقات السابقة. طيب ما هو رأيك، يعني ما هي نصيحتك مشورتك، ما هو مقترحك في هذا الموضوع؟ والله مقترحي أن الأحزاب السياسية والمنظمات المجتمع المدني تتكاتف لتخرج اليمن من هذا المأزق الذي يعني يشكل نقطة لانعدام الاستقرار في اليمن. طيب شكرا لك أخ فارس. معنا الآن من العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن محمد ناصر، تفضل أخ محمد. أسمع. أيوة سامع. الو الو. والله بس بالنسبه يعني لدى من ناحيه الكهرباء والمي هذا يعني انقطاعات يعني متكرره يعني خاصه محافظه عدن. سنخصص موضوع للكهرباء والماء، لكن اليوم قضيتنا حول لجان التحقيق في القضايا والجرائم التي حدثت. بالنسبه يعني للقضايا هذه ما فيش اهتمام يعني في التحقيقات يعني حول يعني الجرائم التي تحدث او المشاكل التي تحدث، يعني ما فيش اهتمام من ناحيه الامن يعني والاستغلال يعني ومتابعه يعني اللي فاعلين الجرائم هذا. اذا شكرا لك. معنا ابو محمد من جده، تفضل اخ ابو محمد. انقطع الاتصال على ابو محمد ام على محمد ناصر؟ طيب نتلقى اتصالات أخرى. مشاهدين الكرام، في عام 2013 يعني أكثر الحوادث ولجان التحقيق شكلت في 2013، جدبان وشرف الدين والمتوكل وصادق منصور رحمهم الله جميعا، حوادث العرضي وسناح والأمن المركزي وتفجيرات عديدة في حضرموت، يعني حوادث أمنية تستهدف الجهات الأمنية، تستهدف المناطق العسكرية، تستهدف الجيش وأقسام الشرطة، ذبح الجنود في منطقة الحوطة في محافظة حضرموت، يعني أحداث كثيرة لم نجد لها تفسيرا، لم نجد لسكوت اللجان التحقيق تفسيرا. هل هو من باب يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، أم أنه من باب يعني أن المواطن سيظل يستمع ويلقن ما يقال له ويكتفي بتشكيل لجان التحقيق؟
اذا من معنا اتصال جديد؟ فرج السياغي من صنعاء، تفضل اخ فرج. يا فرج السياغي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالكم؟ حياكم الله. يا نتحدث عن القضايا يا اخي. قضيه الشاشه عندك مطروحه في الشاشه، قضيه تفجير منزل السفير الايراني ومصير لجان التحقيق. والله نتحاكى عن هذه القضايا والاشياء هذه، التحقيقات انها لجنه بعد لجنه ولم يخرجوا بحل لهذا الاشياء، تمام؟ فنستشير رئيس الجمهوريه ان يشكل لجنه في الاحداث ويتحقق في من الفاعل في هذه الاشياء. طيب، يعني انت مقتنع انك تكتفي بتشكيل لجنه تحقيق والحكومه تدبر حالها يعني؟ لا، ضروري ان تكون اللجنه هذه مثبوته بايش؟ بالحكومه الجديده حقنا هذه، لانه احنا متفائلين فيها خير ان شاء الله. يعني قصدك خلاص مصير اللجان السابقه انتهت، نشتي نشوف نتائج لجان التحقيق في هذه القضيه من الحكومه اللي قدامنا الان. ايوه، نشتي ان احنا متوقعين فيها خير ان شاء الله. شكرا لك اخ احمد. الان شكرا لك اخ فرج السياغي من صنعاء. معنا احمد شبح. شبح. احمد شبع من عدن، تفضل اخ احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخي بارك الله فيك. الموضوع غير واضح كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، في اخر مدى الزمان الحلم فينا حيران. حيران. يعني حاجه بتحصل ما حد متوقعها. ولا حد عارف، يعني كان الحوثيين دخلوا على صنعاء ضيوف. يعني مستقبلين لامتلاك الدوله ولاخذ ما يريدون، لعمل ما يريدون. يعني ولا نعرف ما هو الاسباب الذي دفع الى هذا. في ناس كلام انه كل حركات خارجيه واتفاقات خارجيه، هل يبيع واحد نفسه للخارج بهذا الشكل يعني؟ طيب انت ايش رايك بلجان التحقيق؟ الاسباب الذي حصلت. انت تطالب لجان التحقيق بالافراج عن النتائج، ام انك يعني مقتنع بما داروا خلاص؟ ما هو الاسباب الذي اودي لهذا الحال؟ لا، اصبحنا المواطن لا يعلم ما هو الاسباب ولا ما هو الشيء الذي ماشي ولا على ايش بتستقر الوضع اليوم وغدا. اذا شكرا لك اخ احمد شبع من الرياض. الاخ زيد عبدو حسن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اخي نبغى نشوف يعني لا في تحقيقات، لا في كم لا جرائم، لا حد يعلن عنها الا من التحقيق. نبشرك يا زيد انه في لجان تحقيق يعني في كل قضيه. في كل قضيه، بس وينها؟ وينها؟ ما نسمع عليها. وينها؟ بس نسمع تفجر وخلاص، يعني اي تحقيقات؟ وين من المتهم؟ سجل لحق يعني. لا سجل لحق، عليك نور، سجل لحق. ايوه. لا نسمع عن اي حاجه، فلان على المستشفى، عندك كم لا قضايا عديده يا اخي لا نسمع عليها، من هم المجرمين الحقيقيين؟ دوروا على المجرمين الحقيقيين. اين هم؟ ودهم للقضاء. طيب برايك لماذا تتقاعس الدوله والحكومه والرئيس عن يعني اخراج نتائج التحقيق للناس او على الاقل؟ انا هذا هو اللي لن نفهمه. كل احنا الشعب اليمني لا يفهم هذا الشيء. لمصلحه من؟ لمصلحه من؟ من هو المستفيد؟ من هو المستفيد من هذا؟ طيب احنا كوسائل اعلام مهمتنا ان احنا نتساءل امام الراي العام، اين مصير لجان التحقيق؟ ونريد من المواطنين ان يسندوا الراي العام وان يتحدثوا بهذا الموضوع، ونحن فتحنا لكم المجال اليوم لمناقشه هذه القضيه لانها تهمنا جميعا. هي تهمنا اليمن كله، يهمنا يعني جميعا، واحنا نبغى هذا الشيء، واحنا نبغى الامن، واحنا نبغى الامان، وهذا اللي نبغى. يعني احنا الحين لحد الان يعني قضايا تسير في اليمن ولا حد بيدري عليها، بس نسمع في تفجيرات فقط، لكن من هو المتهم؟ من هو الفاعل؟ اين هم؟ اين ودهم القضاء؟ اين القضاء؟ اين الحكومه؟ اين الجهاز الامنيه؟ اينها؟ يعني ربما لن تصدقني إذا قلت لك أن القضايا التي يطرحها المغتربون عبر الفيسبوك والتويتر ووسائل الوسائط الاجتماعية يصل صداها أكثر إلى أرض الوطن. إذن هذه مهمتكم. نشكرك أخ زيد وننتقل إلى اتصال آخر. عوض العرادة من مارب تفضل أخي عوض. أخي أنا لاحظ في خط القناة حقكم هذه أن فيها تفجير أو في خط في جنة تابع بيحان مديرية بيحان، ما في شيء بهذا الجانب. انت قلت انها يعني ذكرت القناه ان هناك تفجير في جنه هنت. ايوه في خط الانبوب. كل وسائل الاعلام كثيرا تناقلت هذا الموضوع. لكن ما في شيء، انا تابعت في الليل، انا موجود في الموقع صافر.
وين صافر وين قلنا هنت؟ يعني كم المسافة بينهما؟ بسيط، هي برضه الأنبوب حقهم إلى عندنا إلى صافر. طيب إذن إن شاء الله الإخوة في إدارة الأخبار يتثبتوا من هذا الخبر. شكرا لك على التوضيح. تشويه وبدون يعني مش صحيح هذا المعلومات مش صحيحة. شكرا، شكرا لك على التوضيح أخي عوض. عبد الله سعيد أيضا من مارب، تفضل. أخي عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام. أنت اتصلت الآن من مارب ورأيت عنوان الحلقة في الشاشة، ما الذي تريد أن تضيفه في هذا الموضوع؟ يا حبيبي التفجيرات هذه كم من قبلها، وبالنسبة لهذه يا أم نسمى القاعدة وستعين المسؤولية تاعنا ما بعد تخفيش، ولا فواز سفير وإيران تبعا يعني في القضية، هذا شيء واضح. يعني مع أنني لا أريد توجيه الاتهامات لأحد ولا القناة ولا يعني، بس نريدك توضيح في وجهة نظرك أكثر يعني. بالنسبة لجهة نظرية إذا كانت القاعدة فيه ستعلم عنها، أما إذا كانت غيرها فكل الشعب يفهم القضايا هذا أنها وجه هذا الضربة لإيران على أساس أن جيدة تفعيل مواقفها في اليوم. إذن يعني نحن نتساءل مثلك بانتظار من يعلن مسؤوليته عن الحادث التي راح ضحيتها شهداء، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة وأن لا تتكرر مثل هذه. ننتقل إلى علي محمد عقلان من الجوف، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ حياك الله أستاذ علي. طيب يا أخي أنت موجود على القناة على الشاشة؟ إيش؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أنت الآن تتحدث على الهواء، تفضل. كيف الحال أستاذ؟ حياك الله وأبقاك. يا أخي أنا أسمع قضية تفجير وقضية انتقادات و... أخ علي لو سمحت تسمعنا من الهاتف. الصوت يقطع على الأخ علي محمد عقلان. يا شباب معنا أبو مروان من عدن، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياك الله وأبقاك. يا عزيزي اذا ما في يعني اعلان عن هذا اول باول ما شايف. طيب ايش 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 نسوي احنا الان؟ ما الذي نستطيع ان نفعله؟ والله يفترض الاعلان اول باول لاي نتائج حتى انه يكفوا يعني المجرمين من اعمالهم. يعني اذا كان علينا والله لو في نتائج كنا بنعلنها اول باول، يعني ايش عملنا احنا غير ان احنا نعلن ونعلم و هذا تشكيل لجان كل يوم ما ينفع، إذا ما يعلنوا النتائج ما بيجي في النتيجة. طيب هل تتصور أن أعضاء اللجان هؤلاء مستفيدين فلوس أو مستفيدين نتيجة تطويل هذه نتيجة تطويل التحقيق إذا كان هناك فعلا فيه تحقيقات؟ أيوة بس أنا أقول لك أنه يعني الرأي العام لما بيعلن حتى هم أنفسهم بيكفوا عن الأذى. يعني تقصد انه لو اعلنت نتائج التحقيق؟ ايوه ايوه اول باول يعني الراي العام، ربما الراي العام سيشعر ان هناك دوله وان هناك ضبط وقضاء يعني شفافيه. شكرا لك ابو مروان. احمد عباد من المملكه العربيه السعوديه من جده تحديدا، تفضل اخ احمد. اخي احمد تفضل. ايوه ايوه المجال مفتوح، يعني امامك قضيه اليوم على الشاشه. طيب قضيه اليوم مصيرها انا اعتقد انه مصير الى المجهول. مصير؟ لا مصيرها المجهول، لان كل من يمتك بزمام الامور هو من يساعد في تخريب البلاد المصالح الشخصيه. يعني تعتقد ان حتى قضيه اليوم ستذهب الى المجهول؟ مصيرها مجهول، لان كلها الدوله كامله مصيرها مجهول، كلها يعني انا مع كل انسان ساهم في تخريب اليمن، حتى عبد الرب منصور هادي نفسه، انه جايب الحوثيين على طول من صعد الى نصر وصنعاء، ولا عرفنا كيف هذا هذه القضيه بالذات لم يحصل فيها اي تحقيق ولا تشكيل اي لجنه للتحقيق. والله يهمنا وطننا اكثر من ما تهمنا السفاره الايرانيه واكثر ما يهمنا السفير الوطني، السفير الايراني. بس السفير الايراني ضيف عندنا وقضيته تهمنا بالدرجه الاولى يا اخ احمد. طيب قضيته تهمنا بس اهميه مواطنينا افضل منا اكثر بكثير من السفاره ومن السفير، لا بس انه لكن بس نسلط الضوء على بلدنا. اذا اخي احمد يعني الى متى سنظل بدون نتائج لجان تحقيق؟ شكرا لك احمد عباد من جده.
معنا الآن طعيمان. طعيمان مبارك من مارب، تفضل أخي طعيمان. ألو معك. أهلا وسهلا، تفضل. الله يبارك، كيف الحال؟ حياك الله أخ مبارك. أخ طعيمان استدرك الوقت. والله نحن يعني قناتكم هذا قناة يمن شباب، قناة المصداقية إن شاء الله، قناة إثبات الحق، وإحنا إن شاء الله نمثل قبيلة جهم صرواح بقيادة الشيخ صالح بن صالح المراغة. أن سلم لنا عليه كثير. أن إحنا ضد أي كان يدخل بلادنا، لأن بلادنا قريم سبا كامل خط أحمر. مارب هي مستقبل اليمن ومخزونه من النفط والغاز والكهرباء. ما رأيك أنت بتشكيل لجان التحقيق وعدم خروج أي نتيجة تحقيق حتى الآن في أي قضية؟ والله يا أخي في العزيز، إحنا بالنسبة للتفجيرات هذه ندينها بشدة، خاصة الدولة في هذا الوقت إنها لا تثبت ولا ما قد عرفناها في أي قضية، سواء 70 أو أي حادث كان ما قد بينونا الحقيقة. يعني هو لا كيف يعني هو لا دارين بالحاجات لأنفسهم، بسوها للشعب، يعني في الشعب هذا ما له إلا الله، أما غيره لا. ما لنا إلا الله جميعا. شكرا لك أخ طعيمان. آخر اتصال من يافع، والأخ عادل قاسم تفضل. أخ عادل تفضل، أنت آخر المتصلين في هذه الحلقة لهذا اليوم. مصير لجان التحقيق في قضايا اليمن الكبرى؟ إذن عادل قاسم انقطع عننا وكنا لا نريد أن ننقطع عنه. والمكالمات مشاهدين الكرام كثيرة ومزدحمة، نتلقى اتصالاتكم في قضايا أخرى من حديث الناس. نظرا لضيق الوقت نتقبلوا تحياتي وتحيات طاقم البرنامج، حتى حلقة أخرى نلقاكم في ونترككم في رعاية الله وحفظه.